وسيدشن خلال الفترة القادمة كل يوم، لن تسلم أجواء السعودية من صواريخنا مهما حشدوا من منظومات. مهما حشدوا من منظومات ومهما حشدوا من دفاعات جوية فهم سيخسرون، وستسقط كل تلك الرهانات، وسنكون إن شاء الله في موقع الأقوى بصمودكم وبثباتكم. استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها سوف يكون في مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة، قاسية مؤلمة موجعة، قاسية مؤلمة موجعة. أعلن الحوثيون مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة صالح الصماد. وننتقل قبل نبيل خوري، ننتقل لكلمة لعبد الملك الحوثي نتابعها الآن معنا. الشهيد العزيز الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله عليه الذي قضى نحبه شهيدا. الردع السعودي.